رجل نذر لله أن يصلي كل يوم مدى الحياة ركعتين، فهل يوفي بنذري حال الصحة والمرض عند الاستطاعة؟ طيب ما قدرش خلاص، كبر ومرض وله قادر يصلي حتى الفريضة بيصليها بالعافية، يعمل ايه بقى؟ يكفارة يمين، اطعام 10 مساكين وينتهي، يطفئ النذر. فالنذر يطفئ كما يطفئ اليمين. ولذلك تلاقي الفقهاء كتاب الايمان والنذور حاطينهم مع بعض عشان يقول لك الحته دي، ان النذر يطفئ كما يطفئ اليمين.